بس حضرتك قلت انك تديهم ماتيريال او ماده يقدروا يقروها، بس صحيح. احنا بنتكلم على كمان اميه تصل ما اعرفش الاحصائيات وصلت لغايه فين، بس بنتكلم في 40 حاجه و40 حاجه يعني. صدقيني خليني اقول لحضرتك، حتى اللي امي او اللي يجهل القراءه والكتابه بيحاول يتعلم من خلال جار لي، من خلال حد كذا، من خلال يعني حتى نسبه الاميه في الحياه السياسيه مش وارده بالطريقه اللي حضرتك بتقوليها. يعني الاميه السياسيه لا توازي او تجاوي الاميه في القراءه والكتابه. كل الناس عندها معلومات عن الحياه السياسيه وعارفه هتعمل ايه، حتى اللي بيجهل القراءه والكتابه يقدر ان هو يقول لا انا هختار ده بناء على الرمز، بيعرف الرمز، بيقعد يفكر في البرنامج بتاع المرشح، بيقول انا النهارده محتاج ايه على ارض الواقع عشان اقدر اختار بناء عليه المرشح بتاعي. انا مش هسمح لحد تاني يضحك عليا وياخد مني صوتي، مش هفرط، دي عبارات سمعناها من الناس، مش هفرط في صوتي تاني الا اللي يستحقه. وعايز حد مش يقدم لي مصالح، مش يقدم لي مصالح شخصيه، صحيح. انا عايز حد يعمل للبلد، يعمل لنا دستور كويس، يعيد اصلاح الحياه السياسيه والديمقراطيه. طب ما الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ينطبق على رجاله وستات اكتر منه ستات بس، يعني احنا كل الناس محتاجين، يعني بنتكلم على ان احنا نشتغل على الوعي السياسي الفتره اللي جايه علشان الانتخابات، محتاجين الرجاله كمان. الكلام الاستاذ رامي قاله ده احنا محتاجين الاثنين يبقوا فاهمينه، فازاي في وسط ان الناس لسه بتفهم الحياه الانتخابيه كمان نمرر فكره انه خد بالك ده كمان مراتك لازم تاخدها معاك وانت نازل الانتخابات او بنتك او والدتك يعني. بصي، هي الجلسات بتتعمل للرجال، يعني احنا ما بنختارش العينه اللي هنشتغل معاها. احنا بنشتغل يعني مش في اقبال. طيب من الستات في اقبال طبعا من والرجال الستات. طيب الرجال بيجوا طبعا برضو. طبعا، لان انت المبادره اسمها يلا نشارك، انت مش حاطه فكره، يعني احنا فعلا بنعاني من فكره انه الرجال مش مقبلين عاده على شغل الجامعات النسائيه، بس انت المره دي بتحط عنوان عام فالناس بتقبل على الفكره مش على الموضوع، او انه هيشتغل يعني الموضوع على حقوق المراه في الاساس. الحقيقه انا بس عايزه اضيف على اللي قاله رامي، فكره التعليم وان الناس مش متعلمه القراءه والكتابه، احنا عاملين بروشور معظمه صور، كل صور، فكره انه في الميزان راجل وست، في الميزان قبطي ومسلم، يعني فكره انه مبسطين الامور بالصور، وفي كلام قليل قوي تحت الصوره بس يبقى الناس قادره تستوعب الافكار. قلم اتفضل كملي الجمله يعني. فبس الفكرة البروشور دي كانت موجهة أساسا للناس اللي عندهم مشكلة في القراءة والكتابة. أوكي، وده حل طبعا بعتقد أنه حل مهم، لأنه القراءة والكتابة بعتقد في نجوع الكفور هي نسبة زي ما بقول يمكن تبقى عالية جدا. طبعا. فدي بتبقى ممكن تبقى عائق. أنا عايز حاجة أتكلم على كوتة المرأة اللي سمعنا أنها اتلغت، وبس لما كنت بدردش مع حضرتك قلت لي لا ما هم هينزلوا في القوائم، فانا عايز افهم الكوتا اتلغت ولا ما اتلغتش ولا هي موجوده بشكل اخر ولا ايه. صحيح، خلينا بس نوضح تعريف الكوتا. هي الكوتا تخصيص مقاعد للمراه تحت قبه البرلمان او خارج قبه البرلمان. الكوتا في حد ذاتها تخصيص مقاعد للمراه. طيب. كان عندنا زمان في البرلمان اللي اتلغى او اللي اتحل قبل كده، الكوتا كانت تحت قبه البرلمان، يخصص عدد من المقاعد تحت قبه البرلمان. المره دي الكوتا شكلها مختلف، كوتا حزبية. يعني يجب على القوائم، قوائم الحزبية اللي هترشح نفسها، يدرج ضمن قائمته سيدة واحدة على الأقل. فهنا أصبح الكوتا كوتا حزبية، يجب أن يكون على كل قائمة سيدة واحدة على الأقل. ده معناه أن نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب هيبقى أكتر أتصور من المستقلين. طيب. واحد. اتنين، للأسف الشديد، وأنا بقى متحيز شوية قوي للمرأة، للأسف الشديد إذا كان مفيش ترتيب، إحنا عارفين الترتيب اتلغى بتاع القوائم، تستطيع أنك أنت تدرجي أو ترتبي القائمة بأي طريقة كانت، كان على الأقل يعني المشرع يتم جميله ويخلي المرأة رقم واحد رقم اتنين، لأن حضرتك عارفة أن بعد كده في الفرز طبقا للنظام النسبي وارد جدا لو السيدة هتبقى رقم ثلاثة أو رقم أربعة، وارد وبنسبة كبيرة أن هي ما تخشش تحت قبة البرلمان. فهل النص اللي إحنا عاملينه ده نص شكلي ولا فعلا عايزين نساعد المرأة؟ على الرغم من ان الاعلان الدستوري كمان اصر وساب الجملة زي ما هي، الا وهي ويجوز ان يكون للمرأة حصص او مقاعد داخل البرلمان. يعني اذا كان النص محطوط لكن على ارض الواقع مش هيؤدي الغرض منه، طب ما فيش كان ما يمنع، يعني خلاص هو الوقت ازف وباب الترشيح مفتوح، ما فيش يعني ما كانش هيحصل اي مشكلة لو قلنا طيب خلي اول قائمة سيدة فئات، سيدة عمال، ايا كان مش مهم، لكن هو قال لك تدرك في القائمة، ممكن يحطها في اخر القائمة. يبقى اسمه حطها قانونا حطها بس في نفس الوقت الحسب بالنسبة لاخدها. نيجي بقى نفرز ونعد هنلاقي لا اللي ينجح في القائمة اول واحد هنا اول كذا، نادرا او من الصعب ان تلاقي قائمة كلها تنجح لغاية رقم 6 او رقم 4 او رقم 7 على حسب تقسيم الدوائر. فهنا المرأة اتصور بشكل او باخر
مش هتستفيد قوي من الكوتا الحزبيه، مش هيطلع ليها صوت قوي. مش اسمها كوتا بقى حزبيه ساعتها ولا بقى اسمها ايه؟ هي يطلع نوع من انواع الكوتا. يعني تخصيص على قائمة الحزب، تخصيص مقعد ليها على قائمة تمام. الحزب قائمة حزبية أصلاً في الموضوع تعبير مش دقيق قوي يعني تمام. احنا بنتكلم على تدبير إيجابي مؤقت، تدبير إيجابي لصالح أحد الفئات اللي مش مشاركة أو المستثناء أو المقصاة، بحيث أنها تكون موجودة بتتعامل بأشكال مختلفة. الكوتا زي ما قال أستاذ رامي هي فكرة تخصيص، أن أنت تبقي مخصصة أنه في المقاعد هيبقى فيه عدد 64 مقعد 56 مقعد 10 مقاعد رقم. لكن اللي حاصل دلوقتي انت بتديها فرصه انها تكون موجوده، او بتخلي الحزب مضطر يحط كوادره نسائيه على القائمه، لانه ده ما كانش بيحصل تمام. في الفترات اللي بس هل ده يخليني اقول انه هل هنا يمكن الرهان بقى على قوه المرشحات النساء؟ يعني هل هي فكره انه مش انتوا عايزين تقولوا، انا خليني ابقى يعني الناحيه الثانيه، يعني انه مش انتوا عايزين ستات اهو هنحط لكم في القائمه، والله لو ست شاطره هتدعم القائمه. الانتخاب بالقائمه غير الانتخاب الفردي يعني الانتخاب الفردي هو معتمد على الاسم، على قوه المرشح. بس كمان القائمه فيه نسبه، الناس بتبص على عارف الاسامي، يعني 80% من الموضوع هو الحزب، هو اسم الحزب، هو الانتماء الحزبي للناخبين. يعني انا اكتر ليبرالي ولا اشتراكي، انا اميل لحزب الوفد ولا حزب الغد، يعني حسب ميول وحسب برنامج الحزب. وهو ده الفكرة، ان الناس كانت بتدفع بفكرة القايمة مش بفكرة الفردي، وإلا ما كانوش فرقوا. الناس بتدفع فكرة القايمة علشان احنا نبتدي نتكلم على برنامج، ما نتكلمش على شخص المرشح. صحيح. فهي الاحزاب عليها دور، هي ما هيش للاسف ما هيش واعيه بيه لغايه دلوقتي. فكره ان انت تخرجي كوادر وتدفعي مش بس بوجوه مش معروفه، لكن تدفعي بالفئات المهمشه او اللي ملهاش حظ او دور فاعل في المجتمع. الناس بتتعامل مع الانتخابات باعتبارها كيكه بتتقسم، ما بتتعاملش معاها باعتبارها مكاسب حقيقيه للمجتمع. وهو دي وده الحقيقه انطلاق يلا نشارك بتتكلم على مصالح المجتمع في وجود النساء كمرشحات وكناخبات، مش مصالح الستات ان هي تبقى مرشحه او ناخبه. صحيح. طب ختاما استاذ رامي، انا عايزه منحك جمله ختاميه على توقعاتك المشروع هيعمل ايه قبل الانتخابات، ولو في حاجه ممكن العامه اللي هو احنا نشارك بيها في المشروع. يعني خلينا اقول لحضرتك ان احنا المبادره دي احنا مستمرين فيها، وهنستمر فيها لغايه كمان قفل او غلق باب الترشح، ثم اثناء الانتخابيه، ثم بعد ذلك في الانتخابات البرلمانيه، سواء الشعب سواء الشورى، ثم الرئاسه، ثم المحليات والاعلان الدستوري. احنا هنستمر في التوعيه، هنستمر في التدريب. دور حضرتك لو كمواطنين، يعني كمواطن ان هو يستجيب معانا. اذا كان ليه حق ان هو ينزل ويشارك، عليه واجب، الواجب انه يعرف يشارك ازاي. عشان كده قلنا يلا نشارك، ابتدي من عندك شارك، هتلاقي اللي ياخد بايدك ويوري لك الطريق ازاي. وده الاهم من المشاركه، اعرف ازاي اشارك. طيب. زي ما قلت لحضرتك الناخب المره دي عايز يشارك، بس عايز حد ياخد بايده ويوري له الطريق ازاي، وده دور المبادره اللي احنا بنقوم بيها. استاذه لمياء، مطلوب مننا ايه طيب عشان نساعد؟ لو حاجه في حاجه هقول لك. انتوا مطلوب من الاعلام ايه، ومطلوب من المجتمع المدني؟ هو مطلوب من الاعلام الحقيقه انه يبقى مش بس احنا الناس بتتكلم على مبادراتها، لان ده على قد اهميته، على قد ما يبقى مهم اللي بنعمله جوه المراكز الثقافه او جوه سوان، او انه يتعمل مره في الاعلام، انه يبقى في فكره الندوات الثقافيه، كان في برامج فيها ندوات ثقافيه بيجي فيها متخصصين يفهموا الناس. انا مهما قدرت اوصل في ندوه هيبقى قدامي كام، هيبقى قدامي 100-120 شخص، يعني ده بحد اقصى يعني لو وصلت. لكن انا وانا بتكلم على برنامج مرئي او نسبه المشاهده بتاعته عاليه، فانا بتكلم على الاف من البني ادمين. تمام. اذا تغطيه الاستفاده اعلى هذه الندوات. الحاجه الثانيه انه الجامعات الاهليه المبادره موجوده، واحنا المراه الجديده او المركز موجودين، نقدر الوصول ليهم بسهوله. فياريت لو هم محتاجين اي دعم، سواء ماده علميه احنا نقدر نوفرها وهم يعملوا ندوات، او انه حد منا يحضر الندوه او يشارك فيها لرفع الوعي، ناس بس يعملوا مجموعه معقوله ويتصلوا بينا، واحنا مستعدين لاي دعم من اي نوع. وانا هطلب منكم انه لما يبقى عندكم ندوه او يبقى عندكم اجتماع او حاجه من الانشطه بتاعت يلا نشارك، بلغونا عشان احنا كمان نقدر نيجي. يعني برضو في جزء من لو احنا عرفنا ان شاء الله هنيجي، نتمنى ان احنا ان شاء الله. استاذه لمياء لطفي، عضو مؤسسه المراه الجديده، شكرا جزيلا ونهارك سعيد يا فندم. استاذ رامي محسن، مدير المركز الوطني للابحاث والاستشارات، نورتنا وشكرا جزيلا. هنروح نشوف تقرير دلوقتي عن جروب شباب المعادي ونرجع نكمل فقراتنا، خليكم معانا.